يا جماعة الخير، أنا في ورطة كبيرة. أختي اللي أصغر مني تشاهد المحرمات، عمرها 10 سنوات، شنو أسوي؟ وين تشاهد المحرمات؟ بالبيت؟ يعني الظاهر بالموبايل، بالآيباد، تلفزيون. من مطيها موبايل؟ من مطيها؟ من بس هيك السؤال سيدنا، ما بي تفاصيل. أدري يعني هذا الكلام إحنا حسب تعبيرنا من جرم الطفلة، من عاقب الطفلة، نعاقب من وضع بيد الطفلة هذه الوسائل. الأب لما يخلي الصحن على الأوروبي وعلى غير الأوروبي وبدون شفرة وبدون تشفير، طبعا هاي الطفلة لما يشوف أفلام وكذا، مو جريمتها، جريمتك أنت كأب وأنت كأم. لما أنطي الموبايل للطفلة وبيها ما شاء الله من سوالف تعبانة، هاي الطفلة مسكينة ما تميز. يعني أرجوكم أرجوكم، أنا عندي طفل عمره 6 أشهر، أنطيه موس، هاي موس الحلاقة، مو هذا الموس اللي لا موس يفتح من الباكيت أنطيه إياه. طفل 6 أشهر، فإذا قطع أظافير أو أصابيعه قطعهن، هذا يعاقب الطفل لو يعاقب من أعطاه الموس؟ اللي أعطاه موس هو المجرم. هسه هي الأخت سيدنا تقول شو أسوي؟ من أعطاه الموس، فتقول شو أسوي؟ امنعيها من هذا الأمر، امنعيها، ماما حرام، ما يجوز، هذا هذا شيطان، هذا عيب، هذا كذا. فهموها العيب، فهموها الحرام، فهموها الغلط، واسحبوا من هذه الأشياء، اسحبوها. والله شو أسوي لها؟ تدارك الأمر قبل أن يستفحل.